ظل تحذيرات كما جرات العادة، تبعنا المنافس نتاعنا، تبعنا نقاط القوة نقاط الضعف، عملنا لي فيزيوناج نتاعنا كما العادة. إن شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم غدوة، ويظهر لي معناتها جرات العادة أنه في الميدان نتاعنا ما نسلموا في حتى مباراة. إن شاء الله معناتها غدوة الأولاد الكل يكونوا جاهزين. كنا سيلفستر، كنا معناتها الكاميروني، معناتها كنا الأمس معناتها معاملين عليه انه باش يكون مؤهل، مي مالوريزومون معناتها اوراقهم ما جاوش. الموجودين اللي عندنا فيهم الثقه، وان شاء الله معناتها اللي غدوه يكون موجود في التشكيله يعطي الاضافه. وكما قلت معناتها انا بزوان غدوه ان شاء الله باش ناكدوا الانتصار، اللي ما كانش انتصار سهل كذا ماتش سيدي بوزيد، ان شاء الله ناكدوا الانتصار هذا غدوه، وان شاء الله معناتها يكون المباراه نتاع سيدي بوزيد هي مباراه نتاع الديكليك كما نقولوا احنا، باش ناكدوا هذا غدوه قدام جماهيرنا وقدام جمهورنا ان شاء الله. ما ننتظروش تغييرات كبيره في التشكيله بالمقارنه للتشكيله اللي لعبت سيدي بوزيد. اكيد انه باش تصير فما تغييرات في التشكيله نتاع غدوه، على حسب الجاهزيه نتاع اللاعبين اللي عندنا، وعلى حسب قراءتنا للمنافس. اكيد انه ثم تغييرات، ماهوش تغييرات كبيره، مي احنا ديما اللي جاهز خير واللي باش يعطي الاضافه خير هو اللي باش يكون موجود.